تفضل. لو قول لي، شفت حكم القضاء الإداري النهاردة بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية إزاي؟ والله ده قضاء لا نستطيع ان نعلق عليه، لكن سمعت محامي الاخوان وهو بيقول ان هذا الحكم يخالف الكثير من القواعد القضائيه، وسيطعن عليه بالتاكيد، وسيكون الطعن مثمرا ان شاء الله في اعاده. انت شايف الاخوان والسلفيين اخطاوا في تشكيل الجمعيه التاسيسيه ولا لا؟ لا اراهم اخطاوا، ولو كان الاخرون مكانهم ما فعلوا ما فعله الاخوان السلفيون. يعني احنا شفنا الكنيسه انسحبت والازهر والنقابات وحتى يعني بعض المحاكم وبعض الشخصيات العامه. هذه تسمى دكتاتوريه الاقليه، دكتاتوريه الاقليه التي تريد ان تفرض نفسها وتوجهاتها على الاغلبيه. على اغلبيه الشعب. بس البعض قال لك ان الدستور ده يعني لازم يبقى مش بالاغلبيه، الدستور بالتوافق. طب وهل اللجنه لم تكن متوافقة؟ هم يريدون إخراج أصلا ممثلي الشعب الذين انتخبوا من قبل الشعب، يريدون إخراجهم أصلا عن اللجنة. ده شيء لا يتصور إطلاقا. بس يعني مثلا لما يكون الأزهر انسحب يا شيخ محمد، أنت يعني شايف انسحاب الأزهر والكنيسة شايفهم إزاي؟ أنا انسحاب الأزهر عندي زي انسحاب الكنيسة. يعني يعني أنا الأزهر أساسا لا يزال تابعا للدولة. الازهر يزال تابعا، لا يزال تابعا للدوله. والكنيسه برضه تابعه للدوله، والكنيسه لا تزال تابعه للدوله. ومن اسف ان في كل خطوه من خطوات الديمقراطيه التي نسير تجاهها سنتعرض لمثل هذه الامور في كل خطوه من الخطوات. بس مجمع البحوث الاسلاميه ده فيه علماء مستقلين، يعني ازاي؟ لا أدري هو اللي خد القرار. لماذا انسحب مجمع البحوث الاسلاميه؟ لماذا؟ هو شيخ الازهر هو اللي اتخذ القرار، مش مجمع البحوث. لا، مجمع البحوث الفاضل الدكتور نصر فريد واصل دافع عن اللجنه ثم بعد ذلك انسحب منها. لان قرار مجمع البحوث الاسلاميه. طيب التزم به. طيب يعني انا اقصد ان الممثل لم ينسحب من تلقاء نفسه. ما هو اثنى على هذا التشكيل، هو ممثل لهيئه ودافع عنه. هو ممثل لمؤسسه الازهر يا شيخ محمد، والمجمع البحوث الاسلاميه رفض يعني، فبالتالي انسحب. والله لا ادري ما يعني. طب بس كنت حضرتك بتقول لي الازهر والكنيسه تبع الدوله، يعني هل انت ترى ان الدوله تحرض في هذا الامر؟ الدوله مضغوط عليها. مضغوط عليها من مين؟ تضغط على الاخرين، مضغوط عليها خلاص من 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 الداخل ومن الخارج في نفس الوقت. يعني ايه مضغوط عليها حضرتك؟ وضحت. مضغوط عليها، تتعرض لضغوط طبعا. الدوله في نظرك مين؟ الحكومه ولا المجلس العسكري؟ المجلس العسكري. نعم. بيتعرض لضغوط من مين وعشان ايه؟ لا، بيتعرض لضغوط من الداخل ومن الخارج، دي امور معروفه. من الخارج من ايه؟ من الغرب مثلا؟ من الدول العربيه. من الغرب، من الامريكان، ومن الغرب ومن الدول العربيه. بيتعرض بضغوط ليه؟ بعض الدول العربيه. ليه؟ طبعا قيام ثوره في مصر ده بيهدد جميع الدول العربيه. لو نجحت هذه الثوره لكان هذا تهديدا خطيرا لسائر الدول العربيه. طيب والامريكان؟ طبعا امريكا معلوم ان هي لا تريد ابدا للاسلاميين ان يكون لهم دور او ان يكونوا اصحاب الاغلبيه في هذا البلد. بس ده بالعكس، الانتقادات بتوجه عكسيه للمجلس العسكري، ان هو اللي سمح للاحزاب الدينيه بالمخالفه للقانون وغير ذلك، والتواجد والنجاح في البرلمان وكل ذلك. أني انتقادات؟ يعني بعض الناس بتوجه انتقادات، بعض الناس يعني في قوى سياسية بتوجه انتقادات للمجلس العسكري، وبيتمون ان هو في يعني صفقة بينه وبين الاخوان المسلمين. ما فيش اي صفقات بين انا لا اتكلم عن الاخوان المسلمين، لكن على الاقل بالنسبة للسلفيين لم تكن هناك اي صفقة بين المجلس العسكري والسلفيين. حضرتك قابلت المشير طنطاوي؟ لا طبعا.